مشهد واحد في فيلم اتسبب في أداء ممثلة بدأت التمثيل لأول مرة، هي الممثلة جربيس. اشتركت جربيس في فيلم سلامة في خير لنجيب الريحاني، وعملت دور جارته أم ياني. في العرض الأول للفيلم راجل من الحاضرين قعد يصرخ: هي دي المجرمة، هي دي المجرمة، هي دي المجرمة. فضل يصرخ لحد ما الشرطة جت المكان وقبضت عليه هو ونيازي مصطفى مخرج الفيلم. وهناك اعترف الراجل ده بجرائم تشيب، اعترف انه قتل اخوه، والسبب في كده جربيس. جربيس كانت فائقة الجمال، والراجل ده كان غني ومن اشهر عائلات اسكندرية، كان عنده محل ذهب. جربيس عرفت توقع الراجل ده في غرامها واتجوزها وخلف منها ابنه. في يوم جربيس اتهمت اخو جوزها انه بيتحرش بيها، واتهمته انه كان بيتحرش بيها من ايام ما كانت بتشتغل في المحل. الراجل ده استنى لحد ما يتأكد، وفعلا ظبط اخوه هو بيتحرش بيها، ومسكوا في خناق بعض، وللأسف اخوه مات في ايده. طبعا خاف يبلغ، فاشترك هو وجربيس في دفن الجثة. بعدها امهم وصلت وسألت عن ابنها، فقالوا لها انه مسافر راح ايطاليا يجيب ذهب. الام شكت في الموضوع وسألت في السفارة، وتأكدت ان ابنها مسافرش. راحت واجهت ابنها ومراته جربيس، فقتلوها ودفنوا جثتها جنب ابنها. جربيس عرفت تضحك على الراجل وسرقت منه كل فلوسه وهربت. الراجل مسكتش وفضل يدور عليها في كل حتة لحد ما عرف مكانها وراح لها الشقة. وهناك ليها قاعدة بكل هدوء وكانت مستنياه، بس مش لوحدها، كان معاها بلطجية. ضربوه بالشوم وولعوا في الشقة علشان يتأكدوا انهم قتلوه. الراجل نط من الشباك والاهالي لحقوه بس وشه تشوه. جربيس افتكرت انها اتخلصت من جوزها، اتجوزت واحد يوناني، وراحت مثلت في فيلم سلامة في خير. يشاء القدر ان في اول ادوارها وفي العرض الاول كمان جوزها يشوف الفيلم ويبلغ عنها ويعترف على نفسه. جربيس وصل لها الخبر فقررت تهرب مع جوزها اليوناني اللي رفض، وقامت خناقة بينهم كبيرة وضربته بالرصاص، لكنه قبل ما يموت ضرب عليها رصاصة جات في راس ابنها. فضلت تصرخ لحد ما الشرطة جت وقبضت عليها واتحكم عليها بالإعدام سنة 1939.